طب انتوا عمركم واحدة شقطتكم باكونت فيك؟ والله هي مرة واحدة وطلعت امي. امك امك والله طلعت امي. هي طنط، يا طنط الهزار البايخ ده يا طنط. شرفتها يا كروديا. ايه المفاجأة دي؟ قالت لك ايه؟ لا يا كانت مسميه نفسها رحمه ما اعرفش ليه، وبعدين دخلت تقول لي عينك حلوه. كانت بتجسك بتجس نبضك اللي هو ابني محترم ولا اه جمال ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب قبل كده عملتوا اكونت فيك؟ يو كتير، ده انا بعملهم دلوقتي من لما كنت صغير سنتين ونص كده. اول ما بلغت كنت باجي مع ابويا الله يرحمه، كان هو يحب ايه يعمل ورا الصخور هنا، كان يقول لي ولا ما تبصش يا، ولما يخلص كنت بناوله كلينكس، حتى تلاقي الهبوه ده ريحه بابا ريحة. وقلت يوم ايه؟ والله حاليا يعني بكلم بيه صح. الولاد اللي بتعمل لوك بروفايل بتشوفهم ايه؟ قلبك عامر بالايمان. بتعمل ايه؟ البروفايل بتاعها لوك لوك؟ لا هو زي ما قال فعلا. انت عايز تراقبها وعامله برده الاكونت بتاعها كده سهل، اكونت بنت وابعت لها تقبل عادي. فاي عدد يا سيدوني. ولو ما قبلتش في سايتات كتير على النت بتفتح الحاجات دي اصلا. انا عاملينها قبل كده من سنه. هاكر 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 هاكر. طيب انتوا قبل كده لما جيتوا شقت واحده كتير؟ طب بتخش تدخل ازاي الحنكه عشان نبقى عارف؟ انا من ساعه دخلت ألتم بصراحه، فانا شغال مع الاجانب نوعا من مستعبر ان شاء الله في مصر من الاجانب اللي معانا وكده. بعد كده ما بقتش اثق فيا اصلا. بس خلاص كده، اول بنت اكلمها في حياتي يعني 16 سنه في السعوديه ما كلمتش ولا بنت غير امي. ده دلوقتي مصاحب؟ لا ما فرقش. مفيش تجمعات؟ ثلاث مرات. ده عم الراجل ده هيخرب معايا. طب وانت اتشقطت ازاي قبل كده؟ لا اتشقطت ازاي قبل كده ديت ما اتشقطتش. الناس من الاجانب بقى عكسوكوا كده؟ لا الاجانب دي موجوده. اه تمام الاجانب، انا حتى حاليا دلوقتي والله لسه انا جاي كنت بتكلم في التليفون. ما هو على قده. انت لابسه ايه؟ لابسه ايه؟ خالص يا معلم زكي. طب خش جوه. بتتكلم لغه ايه؟ انا بتكلم انجليزي حلو، بس انا بدرس روسي في ألتم، فبيبقى بدايه التعارف لانجويج اكستشينج. لو انا انت تديني تعلميني روسي وانا اعلمك انجليزي. وانت بتفهمه ازاي؟ ما انا ما هو بيعلمني روسي. هو بيفهمك ازاي؟ ما انا بعلمه عربي. وانا افهمك ازاي؟ ما انا هكلمك عربي. هو يفهمنا ازاي؟ ما انا هكلمه روسي. انت عايز ايه يا سلطان؟ ما تطلع اوضتك.